بسم الله الرحمن الرحيم. حمص 6/3/2013 في احدى الجولات الميدانيه على الجبهات المقاتله في مدينه حمص، جبهه جورج الشياح، التقينا بهؤلاء الابطال الاشاوس الذين استطاعوا تكبيد العدو الاسدي خسائر فادحه. بعاد يا بشار، شو عندك شبيح؟ بعاد وعيادك ندوسك اياهم تحت السراميك. بعاد انت من عندك بعتو؟ باذن الله جايينك، باذن واحد احد جايينك. بعتنا قد ما فينك شبيحة. يا بشار بدي اسألك سؤال. صار لك 3 أيام عم تحاول تقتحم الأحياء المحاصرة بمدينة حمص العادية. هل استطعتم أن تدخلوا حي واحد منها؟ هل استطعت أن تدخل شارع؟ سوف نقتلكم أنتم وشبيحتك ومرتزقتك. والنصر لنا بإذن الله، إنه لجهاد، نصر أو استشهاد. تكبير! الله أكبر! تكبير! الله أكبر! تكبير! الله